نهر الميسيسيبي الأدنى يهدد بابتلاع مساحة شاسعة من 6 ولايات أمريكية تمتد على ضفافها. سكان منفس يقضون ساعات حرجة بعد التحذيرات الرسمية من إمكانية ارتفاع منسوب النهر إلى مستويات قياسية بسبب الأمطار الغزيرة التي تتهاطل على المنطقة والتي أعادت إلى الأذهان كوارث فيضانات العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي. الاستعدادات لترك المنطقة بدأت بحسب هذه المرأة. أنا أفكر في الرحيل اليوم لأن الطرقات غمرتها المياه. المياه تحيط بنا من كل الجهات ونحن محتجزون في الوسط. إذا لم نرحل اليوم فلن نتمكن من ذلك فيما بعد. فيضانات نهر الميسيسيبي التي تحدث عادة مع بداية ذوبان الثلوج وتهطل أمطار الربيع ينتظر أن تكون هذا العام بمستويات تاريخية غير مسبوقة، وهذا ما يؤكده هذا المواطن. لم أشاهد أبدا في حياتي كل هذا المستوى من المياه في هذا النهر طيلة 60 عاما. أنا في 60 من العمر. في هذه الأثناء تعمل السلطات المحلية على إخطار السكان بأدنى التطورات وتقوم بإغلاق الطرقات التي غمرتها المياه، كما يتوقع أن تفتح قنوات لتحويل فائض المياه إلى البحيرة المجاورة.